ثانيون بلا حد أنتم وقلوب للرحمات بشر تدفعني طيبتهم ليحلق في دفء النظرات وأرى أرواحا مذهلة تقتسم البسمة والعبرات قوم عظماء ككعبتهم تلك المحفوفة بالدعوات تلك المحفوفة بالدعوات يتوقف نبض شوارعهم إن سمعوا الداعي للصلوات ملكتني الدهشة حين مضت للمسجد آلاف الخطوات أحسست الكون يشاركهم ويصلي في تلك اللحظات حتى مرضاهم في المشفى لا ينشغلون عن الركعات تستفسر عيني أعينهم فترد شفاهم بالبسمات اقرأ فقرأت مسراتي ومساراتي في دين حياة وارتبك الشوق وخلقني إحساس بالحاجة لدعاة وسألت الشيخ فقدم لي مفتاح الجنة في كلمات ودعاني لأوحد ربا قد جل إلهي عن الشبهات فالآن ولدت على يديه والدنيا من حولي نفحات وأشهد أن محمد رسول ووقفت أصلي في صف السبق إليه من القربات يا رب ارحم من أرشدني واجعله موفور الحسنات اهداني حسن معاملة ودعاني بسلوك وعظات من يهدي للجنة نفسا فعليه الرحمة والبركات خير من حمر النعم ومن ما في دنياه من الخيرات.